يا هلا والله بكل اللي انضموا لنا في هذه الأثناء، والحين راح نكون مع الفقرة القانونية اللي بتكون معانا بشكل دوري على صباح الخير يا عرب. واليوم نتكلم عن الأخطاء الطبية واللي هي للأمانة جزء من الواقع اللي يعيشه الطبيب أو حتى المريض. خلونا نشوف بعض الإحصائيات عن الأخطاء الطبية. أشخاص في العالم يفارقون الحياة كل دقيقة بسبب الأخطاء الطبية، رقم مبالغ فيه صح؟ هالمعلومات كشفت عنها منظمة الصحة العالمية عام 2019 على أمل أنه يتم الانتباه لموضوع الرعاية الصحية غير الآمنة، واعتبرت ألمانيا من الأمثلة الجيدة في تجنب الأخطاء قدر الإمكان. أما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل يموت سنوياً 2.6 مليون شخص حول العالم بسبب المعالجة الخاطئة. هل فينا نلقي اللوم دائماً على الكادر الطبي؟ أكيد لا. أحياناً المريض بيفشل بشرح حالته الصحية، قد يعطي معلومات خاطئة أو ناقصة للطبيب عن الأدوية والأعراض اللي بيعاني منها، وطرف آخر بعيد عن الأطباء نفسهم قد يكون له دور، وهنن الموظفين بالمؤسسات الطبية. وبالتأكيد معظم الأخطاء بترتبط بالتشخيص الخاطئ والأدوية غير المناسبة وعمليات بتر خاطئة للأطراف، الأشعة، التخدير، الإسعاف. يعني المسؤولية تقع على المشفى أحياناً وليس على الطبيب لوحده، فلمن نلجأ عند وقوع خطأ طبي؟ ومعنا عبر الهاتف نورة اللي حصل معها خطأ طبي. صباح الخير يا نورة، أول شيء نقول لك الحمد لله على السلامة، وعلمينا إيش اللي حصل معك وإيش الإجراء الطبي اللي أنت سويتيه واتخذتيه وإيش كانت النتيجة؟ صباحكم الله بالخير أول شيء، وشكرا لاستضافتي برنامجكم الكريم. صراحة أنا الخطأ الطبي اللي حصل معاي حقنوا لي مواد دائمة في الوجه، وعانيت منها من التهابات حادة للأسف الشديد. صدقا أنا ما اتبعت الإجراءات اللازمة لوزارة الصحة في دولة الإمارات، وكان أنهم ينبهونا دوما بأن لا نتبع أو لا نروح على دكاترة غير مرخصين من دولة الإمارات. استرخص السعر للأمانة، كانت دكتورة زائرة من الخارج في دولة الإمارات، صار في بما معناته أن إعلانات على السوشيال ميديا، أخذت منهم موعد وسرت لها الفندق وسوت لي فيلر في الوجه. بعد فترة ما يقارب الثلاث شهور التهبت المادة وصار في عندي انتفاخ في الوجه كامل. راجعت أطباء كثير واكتشفوا أن هذه المادة مادة دائمة ولا يتم إزالتها بطريقة معينة إلا بالطريقة الجراحية. قبل لا تسوين هالشيء هذا وقعتي على أوراق؟ انه اخلاء مسؤوليه؟ ما كان في اي اوراق، ما كان في اي شيء. كانت الدكتوره مشهوره على السوشيال ميديا، جت من الخارج، صار في اعلانات. البنات طبعا بمجتمع البنات مثل ما تعرف نيلس بالميالس ونتكلم. طيب نوره، ليش ما سويتي اي اجراء قانوني ضد الطبيب او حتى المستشفى؟ للامانه لان ما في مستشفى، والطبيبة غير مرخصة في الإمارات، ومجرد هي زائرة لمدة 3 أيام أو أسبوع بالكثير، وهاي الالتهاب ما حصل معاي غير بعدها 3 شهور اللي اكتشفت أنه التهاب ومادة دائمة وليست مادة تذاب مع الزمن. لأن نحن نعرف الفيلر المرخص في الإمارات مدته ما 6 شهور للسنة، لكن الفيلر اللي هي حطت لي إياه بيرمننت دائم. طيب ألف سلام عليك نورة، وخليك معانا على أساس يعني حتعرف إن شاء الله الإجراء الصحيح في مثل هذه الأمور. ومعانا في الاستوديو المستشار ماجد الفهد واللي راح يقدم لنا نصائح عن التصرف الصحيح اللي لازم نسويه عند حصول خطأ طبي. يسعد لي صباحك أستاذ ماجد. يا هلا ومرحبا. يا هلا وسهلا. سمعنا يمكن نورة، عادة أول شيء خلينا نعرف يعني أو نصنف الخطأ الطبي، يصنف قانونيا إلى وين؟ طيب الخطأ الطبي في خطأين، في خطأ اللي هو شكلي، مثلا أحد غير مرخص يقوم بهذا الأمور وهذه التابعة وزارة الصحة، وكذلك في الخطأ اللي يسمونه الخطأ الجسيم أو الخطأ الفني، هذا كذلك عندنا في المملكة العربية السعودية الجهة المختصة كذلك وزارة الصحة. بالنسبة لنورة ويمكن سمع يمكن نسمع كثير، يمكن المملكة الحمد لله ما فيها هذا الشيء لسبب أنه ممنوع ممارسة أي عمل طبي إلا عن طريق مستشفيات. هي مثلا نورة راحت إلى
واحدة مشهورة في السوشيال ميديا جت الفندق وقعدت 3 أيام اجمعوا لها الناس بالسوشيال ميديا جت وحقنتها بالفندق بدون أي رعاية طبية بدون أي وقاية وسبب لها هذه الإجراءات. هنا بالنسبة لنورة هي لها حق خاص لكنها تلجأ لمين في مثل هذه الحالة؟ بالنسبة لو هي في المملكة العربية السعودية ممكن نقول لك أنها تلجأ إلى وزارة الصحة، لكن هي تقول أصلا حتى الطبيبة 3 أيام أخذت فلوس الناس وضربت الباب. صحيح، اللوم على من حيكون؟ اللوم على معلش هو على نورة أصلا على نورة وعلى المعلنين لها، على المعلنين أو المسوقين لهذه الإنسانة. إحنا في المملكة العربية السعودية ممنوع منعا باتا أنه يتم التسويق لأي منشأة صحية إلا تكون معتمدة لدى وزارة الصحة، ولو لا قدر الله صار في أي خطأ أنت في تراتبية، يعني عندك في أخطاء مثلا في الدواء وفي أخطاء مثلا في التشخيص وفي أخطاء في العملية. حلو، طيب يعني أستاذ ماجد معلش أنه وش أهمية أنه مثلا المريض اللي يتعرض لخطأ طبي أن يعلم محامي متخصص في مثل هذه الأمور ويناقش فيها؟ طيب هو شوف المحامي دائما حنا نجيه إذا طاح الطامة الكبرى خلاص الطامة هو المفروض أنك أنت تأخذ من المحامي الوقاية. الأصل أن المحامي وجد للوقاية، لكن البعض يجيب بعد ما تصير المشكلة فيعطيه رؤوس الأقلام. هذه رؤوس الأقلام الموجودة مش كل الحقيقة في جميع القضايا، فأنت تدخل على حاجة مثلا أنا سمعت مثلا أنه نورة مثلا صار لها هذا الخطأ الطبي، يعني كنت حاط في بالي محضر لها أكثر من جهة، لكن لما وجدت الحقيقة اللي هي قالتها أنها راحت المكان هذا المكان غير مرخص وأن الطبيبة زائرة وأنها في فندق بس أنها بس معروفة في السوشيال ميديا وأنها معروفة ما تستطيع الآن نفس يعني ليش الدولة حطت لك أماكن وعيادات وتراخيص ووزارة تجارة وزارة صحة وهذه واستثمارات عامة كلها لأجل تأطير هذا البزنس أو هذا العمل حتى يكون إيش إذا كان فيه صح نقول هذا صح طيب وإذا كان خطأ نقدر نحاسبه. طيب في أحيانا يكون أخطاء طبية نورة وغير نورة، خلينا نتكلم على موضوع الأوراق. يعني لما أروح المستشفى لو عملية يمكن إذا ما بلغت خلع ضرس حتى يوقعك على أوراق أنه أنا إخلاء مسؤولية للطبيب أو حتى المستشفى، هل هذه الأوراق يعني أنه خلاص بالفعل تخلي المسؤولية وحتى لو كان ضمان يعني إنجاز العملية 100%؟ شوف أول شيء هذه الأوراق التي توضع أنا أدعو وزارة الصحة إلى أنها تراجعها، لأن بعض المستشفيات تزيد وبعضها تنقص، هذا شيء. الشيء الآخر لما يعطيك حاجة يقول لك وقع عليها اقرأ يعني دائما نقول للناس اقرأوا لا توقعون على الشروط والأحكام زي عادي، لا اقرأ وشوف وش اللي موجود، لو في حاجة تستطيع انك ما تبغاها ممكن تقول هذه انا غير موافق عليها. اما بس احيانا يكون ملزوم انه بيسوي العملية اذا رفضها ترفض العملية في عادي. في غير الطوارئ لا تنسى في اشياء ابجدية، الخطأ الطبي الذي يقع فيه الطبيب حتى لو قال انا ما لي دخل ترى لك دخل، يعني الملامة لما يدخل بيسوي لك عملية زايدة لكن يقص شوي من مكان آخر مو معفى، لأنه في زي ما نقدر نقول حد معين. هذه قصور طبي مش خطأ طبي. نعم، يعني لو تقول قص زيادة ولا شيء هذه يمكن أنا أعتبرها قصور طبي. لا أقصد إنه هو زايدة وراح الكبد أو أي مكان آخر، هذه أصول المهنة. أصول المهنة هم يعرفونها الأطباء، والأصل في الطبيب إنه يكون بارع في عمله ولا لا يصير طبيب. طيب وقع يعني الخطأ. المشكلة والخطأ كيف نقدر نحمي أنفسنا من هذه الأخطاء الطبية؟ طيب إذا وقع الخطأ الآن تتجه للجهة المختصة، الجهة المختصة عندنا في المملكة العربية السعودية هي وزارة الصحة، تقدم عليهم على 937 ويستقبلون الشكوى منك، هذه الشكوى راح تتصعد على الجهات، كان هنالك الجهات الطبية والآن في طور انتقالها إلى المحاكم العامة. طيب أستاذ ماجد هل يحق للمريض أن يكشف اسم الطبيب أو المستشفى عند وقوع الخطأ؟ يعني يكشفها نقدر نقول مش للي حواليه، على الأقل الجهة إعلامية لمكان عام
مسموح له ولا يدخل في إجراءات بعد ثانية؟ انتهاء القضية وصدور حكم في التشهير. لكن قبل لا. لماذا؟ لأن التشهير، وهذه قاعدة عامة للجميع، التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي ليس للفرد، إنما هو يعتبر عقوبة. العقوبة لا تكون إلا بنص، يعني تجريم نظامي من المحكمة أو من الجهة المختصة. تم. ماجد الفهد المستشار القانوني، شكرا جزيلا لك، ويعطيك العافية على هذه التوضيحات.